اللي خسروه وهم اللي ما نعرض عنه كان ضد إيناين. والجيم اللي بعده اللي خسروه كمان، فعلى ما أظن إنه تيم أنوبيس هلا تعلموا من أغلاطهم، ولا راح نشوف درافت أحسن، راح نشوف داتولا عم بلعب باللعب المجنون اللي إحنا مدرسين فيه. بس هل يا ترى سان راح يرد عليه بهذا الشيء ولا لا؟ اوكي شايفين ان البان ايريليا وتواندل من فريق انوبيس وفريق رعد، وبعد كده بيجي سريش في ليجن. كلامك على البانس دي يعني في ايريليا دي ده البان بتاعنا، يعني احنا فيرو ايريليا بتبان كتير، فيرو ايريليا بتتبان كتير، هو دي اكتر حاجه عندنا موجوده. واعتقد لو فيرو تساب ممكن نشوف لحظه رجوع فيرو، ولو تام كرينش موجود ممكن نشوف، او ممكن نشوف موندو كمان. هل ممكن نشوف يا ترى اليوم تانك ماتش ابس في التوب لين ولا لا؟ اللي هو موندو تامكنش مثلا. كان نفسي اشوفه بصراحة. في سنجاو مع مونكي وفي هيكاري في اون. اوكي بس هو يفضل ياخد البكاء. خدوا بالكم يا شباب، مع انها اكتر بك بتتاخد عندنا، بس هي اكتر بكاء، اكتر بكاء بيخسروا بيها. يعني هي 43% من الريت بتاع فييرو معانا، مع انه اكتر تشامبيون بيلعبوا بيه. وانا نشوف ريتد بيعيد نفس التشامبيون تاني بيجيب اولف. طبعا عارفين اولف واحد من اقوى الديورست، لو مسرك في 1 في 1 سيتويشن لو معاه ليد يقدر يعمل ال 2 في 1 بسبب الهيلينج، بسبب الاتاك سبيد اللي معاه، بسبب الترو دامج والسلو والالتيميت اللي بتخليه انستوببل. هنشوف تاني بيك هنا اعترض مش هتكون سبورت. ايش رايك في اولف؟ انا عجبني اولف، انا عجبني اولف. اولف بيك اكتر مره صراحه، وما كنت متوقع بيك اولف، كنت متوقع نشوف بيك تاني زنزا او الاخره. شفنا هنا بيك اولف. بيك اولف ليش كويس؟ لانه عنده الهيلينج، بسوي بيقدر يعمل شت داون للفييجو على ما اظن بالون فيونز قوي كتير. غير هيك كان بلايند بيك، يعني هنا يا اما راح نشوف سان عم بنقي زايا مع سبورت، او راح نلقوا بس ديكاريوس بالضبط. ايش ماله سان اخر فتره مع لوشين؟ يعني كثير حابه. ويومي انكامينج كمان شويه ممكن، هو بس لا هو الفتره هو كان بيسبامه اصلا قبل ما يتنقل ميد لين، فهو حابب البيك جدا. اعتقد هنا ممكن ياخده بالكايه لساندر عشان ما يتعملهاش بان كده، بيحجمه من تحركات ليبلانج، وبتقدر كمان تمسك لوشين لو عملت الاولين ومعاك الزونيور كلاس. بتشوف هنا ان بكاترا كان اعتقد يعني بص انت اصلا انت تشيل، انت سيب بروم اوبن على ما اعتقد، ممكن تشيل ليونا، ممكن تشيل مثلا نوتلس. اعتقد دول التو بيتس او التو بانز بتوع انوبيس الفتره الجايه في الفيز 2 البلانك هتكون خطر جدا، فلازم تنقي ذا سي بعنايه جدا. وفي ازريل ستيل موجود خد بالك. بصراحه اخر تو ماتشز لما داترو كان بيلعب بازريل حاسس ان هو مش احسن حاجه، فبتهيالي ممكن هلا المفروض رايدي بندو تريستانا وازريل صراحه. ازريل عارف انا مش مع بان ازريل اول ماتش اب ده، مش هو لانه كثير بيلعب فيه منيح، بس مش لانه يجي ثاني، هو بيلعب فيه كثير منيح كثير مرتاح هذا الشامبيون. طيب لا يعني هنا شفنا بان يومي، وده انا كنت متوقعه بصراحه، لان في لوشن ليكوس مع سان الاثنين دول متعودين جدا ان هم يلعبوا لوشن ويومي مع بعض. ولكن ايه الانسر اللي ممكن ينزل قدام راكان حاجه دي كسبورت مش عارفين ايش الانسر للراكان سبورت؟ في عندك ليونا، في عندك ناتولوس، في عندك تريش متبند سوري متبند يا في عندك نوتولوس، في عندك ليونا. بس ايش الاشي التاني اللي هو ممكن يروح عليه؟ ممكن يروح عليه نامي. سبحان الله صدق احكي ممكن يروح، وكنت احكي نامي لوشن لانه بوتن قوي ولا لا، هاي بندوا له نامي. بس هلا هيك بضل عنده اكثر من اوبشن فاتح، ولا ما اظن يمكن يروح مع ناتولوس. اوه ياب، ولكن جانج بلانج، ولكن حنشوف يمكن كميل من ماجد. انت هنا بيك ايد كاري 100% عند انوبيس عشان تكاونتر التوب لين ماتش اب. ففي هنا بس يمكن ياخدوا كميل لانه بندوا الكاونتر تبعونا. ليش ممكن يلعب فيورا بس اوبن سوري. بس في كمان الجرس وسيتو على جي بي، اعتقد لازم يروح فور ازريل، ولازم دي البيك هذا يكون ايد كاري. اخر بيك هلا يكون بيكاونتر بيها التوب لينر. البوت لين هنا معاه تو مودز، يقدر يلعب الويك ويقدر يلعب اجريسيف. وفي حاجه اللي دايما بيركزوا عليها رعد، ان هم بيتجهوا دايما ناحيه الفيرست توريت، دايما بيتجهوا ان هم يعملوا على الدقيقه 8 او 9 يعملوا سواب لللينز ويحاولوا يجيبوا الفيرست توريت بالفيرست هيرلد. وطبعا هم من اعلى الناس عندنا في الاحصائيات اللي بتجيب الفيرست توريت واللي بتجيب الفيرست هيرلد. فاعتقد انهم بس مسكرين الموضوع ده كويس. ونشوف هنا جوين، اعتقد جوين مش هتكون فليتس، هتكون توب لين. مش هتكون فليتس، هتكون توب لين. لازم انجيج. وهنا هنشوف البوت لين هل هيجروفر انشانتر او هيجروفر روم سبورت بروم. في ستيل نوتلس اوبن، بس اعتقد هم مش حاسسهم عايزين يلعبوه. ممكن خلينا نشوف مومو. اوكي
That's good actually مع الكومبل معهم. بس في ركان وفي في كمان اولف في ازريل، مش حاسس ان مومو هيكون افكتيف قوي في البوت لين ان هو يقف مع لوشن. يمكن نشوف كينن من سيتو لانه كينن جود ماتش اب على كي على وين، وممكن نشوف نار بس نار از نوت ذات جود على 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 على, على شو اسمه اوكي كينن كويس اخوان. انا 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 خلص هختم البريدكشن الا حامل سر عمل بريدكشن هون وما حامل بريدكشن اخر جيم عشان الكارت طيب. اوكي طيب لو عايزين نتكلم على تيم بقى كشكل عام يعني انطباعك الاولي الاول ايه ليجن قبل ما تحكي لي على تفاصيل يعني. بص الاولي يعني. الاول اللي انا احب اتشيك اذا كان كلاسيك كومب او بيميل لايه، فانا شايف ان رعد معاهم البوت لين اجريسيف، معاك الميد لينر التول بتاع الاساسن تول وبتقدر تكنترول الميد لين وبتقدر كمان تدي لفييرو مساحه ان هو يقدر يليف فورم او تقدر تنقص له الهيلث بتاع الانيميز بحيث ان تدي له فورم ويقدر يضرب الابيليتيز بتاعته كتير. في هنا جوين هي دي الويتش سايد بتاعتهم، فكده لحد دلوقتي رعد انا شايفهم كلاسيك جدا كومب كويس ومتكامل في تناسق في البيتس. نرجع لانوبس، انا شايفين ازريل مع ركان، ركان هيقدر يحاول اللين ان هو يلعبه بتو ويز. التوب لين ده بولي لين، هتبدا ان انت تكيب اوتو من بقى جوين وتحاول ان انت تعمل لها شت داون في الايرلي. فاعتقد حاسس ان بنسبه كبيره ريتد ممكن يباس للتوب لين يحاولوا يعملوا شت داون لماجد، بس ماجد هنا اكزوست تليبورت، هو 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 فاهم الموضوع اللي هيحصل. ايوه في جوست هنا للتشيسنج، بس اعتقد في دوج ولا اوكي نو 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 الجيم بدا خلاص اوكي احصائيات اللعيبه اوكي. يعني احنا شايفين التوب لين سيتو ماجد ماجد يس اخر فتره عم نشوف سيتو عم بيلعب بالاورن وعم بيلعب الاشياء بشكل عام وعم بيقدر يفوز فيها الليننج فيزز، عم بيقدر يطلع فيها كسايد لين عفوا مرات بيكون فيها ويك سايد عم بيقدر ياخذ فيها ال1 في 1 عم بيقدر يطلع منها، عم بيلعب بشكل عام بالدايفز وبالاشياء بالكولز اللي عم بيعطيها للتيم بتكون كثير ممتازة. بالعكس عن هذا ماجد شفناه عم بلعب برينكتون كويس، بس في ماتش اب معينة كان يخسر فيها توب لين كثير قوي اللي هي كانت واحدة منهم الكينن ضد سايلس لما لعب ضد زيرو التوب لين ضد تيم لوست وقدر ياخذ فيها ال1 في 1 كل بديها، شفنا البريشر كثير جاي. علشان هيك احنا شايفين كده تبع ماجد نازل عن سيتو، بس بشكل عام اللاعبين هذول التنين من احسن توب لينز عندنا بالمينا ريجن، فالتوب لين حيكون تي بي اكزوست من ماجد. وحس في رانك حس هتلعب عليه كتير فبيحاول يكون ما اخذ الجنادات اكشلي سمارت لانه لانه صعب انه يقتل كانن 1 في 1، كانن عنده رينج كتير عالي حتى لو كبس عليه اي كيو بالاوتو اتاكس كانن بيقدر يعطي الاي دبليو ستان ويضل يعمله فيه كايت، فذات اكشلي سمارت ضد زيرث هافون ضد الاولف ضد الكانن انه ياخذ الاكزوست. بس نفس هذا الوقت هل رغم عن هذا ممكن نشوفه عم بيلعب سترونج سايد كسيتو ولا لا؟ ما عندي اي فكره. انا طلع على الناحيه الثانيه اللي هي بدك تطلع الميدلين ميزا عم بيلعب ب ليساندرا ضد البلانك، وميزا من اكثر الشامبيونات روم مرتاح عليه هي البلانك، فانا ما اظن راح يكون عارف كيف يعمل اللاك اوت البلانك فيز. يمكن بالتيم فايز نشوف ديسيفينج عم بيلعب بشكل احسن بالتيم فايز لانه احنا ما شفنا ميزا على الشامبيون كثير، بس هو شامبيون ك بيقدر يوقف ضد البلانك يس، بيقدر يتحاولوا يعملوا له جانك بيقدروا يعملوا الشت داون ل ديسيفينج يس، بس راح يكون صعب عليه بالتيم فايتس لانه الاكسبيرينس تروح اكثر للديسيفينج كشامبيون. عم بحكي البوت لين ازريل هاف تو بلاي سوبر سيف، صعب يقتلوهم 2 في 2 عموما لانه عنده الدبل كيو تبعونه والسي سي كثير عالي، بنفس الوقت الدمج ممكن يطلب على الافتر شوك والكيو والبيرسون ممكن يجي من 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 طرف سان حيكون عالي. فهلا ايش السترونج سايد راح يلعبوها؟ ازريل لازم يكون على ما اظن راح يكون ويك سايد، راح يحاول يلعب حوالين البريو تبعت ليساندرا والتوب لين، يمكن من خلال هذا الحكي نشوف ايرلي تي بي من يمكن من خلال هذا الحكي يا اما ماجد يموت يا اما ماجد يخسر التي بي تبعته ايرلي جيم على التوب لين ويستخدموا هم التي بي ادفانتج على الدريك من طرف سيتو. هاي احدى الوين كونديشنز اللي ممكن تصير بالايرلي جيم. اوكي طيب ليجن لو عايزين نتكلم بوجود امومو، يعني احنا شفنا امومو بيتلعب مره واحده بس في فريق جي كي كسبورت لما كانوا بيلعبوا امومو سراكة تقريبا ولكن دلوقتي امومو مع ايدي كاري فعلا وبيتهيألي هو البيج الوحيد اللي ممكن يحصل هنا، ولكن انا يعني حاسس ان بيك امومو حلوه كجانكس على الميدلين لما امومو يتحرك على ليساندرا في سي سي تشين ممكن تعمل على ليساندرا ديناي عليها الاي بتاعتها. توقعك هيبقى اداء مومو ايه ان هو بيلعب في اللين عايز يكسب اللين ولا هنشوفه بيروم كتير على الميد لين زي ما احنا شايفين قدامنا ميزا وديسيفين؟ بص صراحه انا البيك هنا مش حابب مومو، انا موضوع مومو ما عنديش معاه مشكله خالص ان هو يكون في السبورت
بس انا مش حاببها هنا لكذا عامل، يعني ان انت لو اتخطفت بالكويتنس من ناحيه راكان او هتشغل راجناروك من ناحيه اوليف، انت هتقدر تدخل جوه ومعاك كمان الالت من ناحيه كينين لو عمل الاولين بالفلاش والهيرستيك او بروتو بيلت بتاعته، هيقدر ان هو يستن التيم كله. وعايز اركز في حته تاني، ان السي سي او في سي كتير جدا من فريق انوبيس دلوقتي، معاك كينين بالستان، معاك ليساندرا بالروت والستان، وفي راكان بالنوكب والشارم. ف تعال نبص على الناحيه التانيه في السي، موجود ايه؟ معاك امومو بالستان، طبعا ده هارد ستان، هارد سي لوحده، معاك تاني ايه؟ الستان او الروت اللي معاك، ما عادش غير ال بي. فتلاقي من الناحيه التانيه ان تنفيذ الاكسكيوشن هتلاقيه اسهل لو الجيم مشي ايفن، لكن لو ال بي مسك كيلز ولوشن اعتقد الجيم هيبقى يعني مش هيكون في جيم. لو لوشن ال بي مسكوا كيلز، ان الايرلي بتاعهم هيكون رهيب صراحه، وانت عارف الدامج بتاعهم لوشن او ال بي. فاللي انت عايز تعمله ان ليساندر ما تموتش في اللين، اللي انت عايز تعمله ان البوت لين ما يموتش، ومفروض ان هي تكون صعبه ان انت تقتل ازريل وراكان از لوشن يعني وبكات اموم. طب لو عايز تتكلم بشكل عام بقى بالنسبه للجنجلر، هيلعبوا ازاي وهيتحركوا ازاي في الماب يا ليجن، يعني تحب تشوفها ازاي؟ يعني اعتقد ريتد هيتجه ناحيه توب لين، هيتجه ناحيه ان هو يلعب توب لين، بس ممكن لما يشوف الاكزوست يغير يعني الموضوع ده. لكن في البوت لين طبعا عارفين لما ازريل بيقدر ان هو يجيب ليفل 3 و4 والكلام ده، بيقدر يبوش كتير لما بيستاكل 5 من الباسيف بتاعته، بيكون معاه تير سبيك كتير بيقدر يبوش. لكن لوشن معاه الكيل بريشر، يعني استنى واحده بس تروح من امومه على حد، هتلاقي ان الاولين موجود، هتلاقي ان الاي اوتو كيو من ناحيه لوشن ده مجعل جدا جدا على ناحيه فريق انوبس. فاعتقد الوين كونديشن هيكون ممسوك هنا، ان التوب لين بتاع رعد يسرفايف، الايرلي بتاع سان وبتاع ديسيفين يكون في كيل بريشر، او تحاول تعمل 16 مثلا او 20 سي اس ليد. لكن الناحيه الثانيه في انوبس جيمنج التيم فايت بتاعهم شايفه اسهل جدا، وان انت تشغل السي سي بتاعك معاك سي سي كتير جدا، فان انت لو شغلته هتعجز الفريق كله في الكويتنس. انوبس دي اسرع سكيلا في اللعبه اصلا، ان انت تعمل شارم للتيم كله. كان انوبس صح؟ ده كده انوبس. لكن الاول كان اوكي، اجري على ايه بالظبط اللي هو البوت لين، يعني من ناحيه الرعد على انوبس التيم فايت تبعته تكون اسهل واحسن بشكل عام. بس اذا واحد فيهم انمسك وقدروا ياخذوا قبل ما تبلش تيم فايت، مثلا اذا واحد فيهم انمسك من طرف انوبس جيمنج وقدروا ياخذوا تيم رعد، ال خلينا نحكي شو كان اسمه الالوجن تبعه مثلا، شفنا فييجو عم اخذ مثلا قتلوا اولا فور اكزامبل او ايش مكان، راح يكون لهم الادفانتج اعلى. بس اهم شيء انه ما حد يموت بسرعه، علشان فييجو ما يقدر ياخذ الريست تبعته وما يقدر يلعب التيم فايت زي ما بده، ساعتها بيقدر يفوزوها بشكل كثير مريح. انا عايز اسال سؤال، لو فييجو واخد السول بتاعت ليساندرا وجاب اسيست على حد، هياخد الباسف بتاعها بيشتغل برضو؟ كل حاجه بتشتغل معاك الباس، لو قتلت لو قتلت تشتغل صح كل حاجه. اوكي، اعتقد بيبدا دلوقتي الوين كونديشن شويه هتبقى زي ما انت قلت يا ليجن، ما بين الميد لين والبوت لين بالنسبه لفريق رعد، ان هم البلانك تاخد كلات وفي نفس الوقت شوت داون ليساندرا في الايرلي هي والبوت لين، على العكس ان ريتد هيبقى عايز يلعب على التوب لين. ولكن شايفين الاكزوست على ماجد، فشلافي ماجد هيجاب عليه كلات ازاي الدبليو بتاعته قدام كينن وولف وهو كمان معاه الاكزوست؟ ابا بحكي لك، اوليتها يمكن يعملوا الجانك عليه، يمكن يحطوا له بريشر مع الاكزوست والدبليو تبعته يقدر يهرب يخسر تي بي ايرلي جيم عشان يرجع اللين، وبعديها يمكن نشوف ايرلي فورس على ليفل 6 لما يصير كان ليفل 6 على دريك الاول، علشان بكون عندهم تي بي ادفانتج، ونشوف كان انا بعمل تي بي فلانك او تي بي بشكل عام وياخذوا فيها اول دريك. هي على ما اظن فيرست وين كونديشن لهم. طيب بالنسبه للميد لين، يعني احنا شفنا ده بالنسبه لديسيفينج، كان بيلعب الماتش اللي فات قدام فريق جي كي تقريبا، لما كانوا بيلعبوا جي كي كان ديسيفينج هو اللي بيلعب بالساندرا، وكان قدامه سايفر تقريبا بيلعب بلبلانك لو انا متذكر صح، او كان رايس مش متاكد، بس انا فاكر ان ديسيفينج لعب الماتش ده قبل كده ودلوقتي بيعيده، او ممكن كان هو اللي بيلعب فوكس جيمنج كان هو اللي بلانك قدامه ليساندرا برضو. بس كان مرتاح بشكل عام ديسيفينج بالليننج فيز هذا، كبدا ديها شفنا سايفر عم بيقدر ياخذ الرومز والكيلز والهاي، فصار سايفر كثير اهد. هذا اللي انا ذات فور منشنينج، انه ميزه يمكن ما عنده الاكسبيرينس الكافي زي ما كان برضه ديسيفينج يلعب بهذا الشامبيون عشان يعمل كاونتر للي بلانك. وهذا الشيء اللي احنا بدنا نركز عليه كثير، انه احنا كثير عم نشوف هنا بالمينا ليجن تشامبس عم تتاخذ بس عشان تو كاونتر ذا انمي تشامبيون، بس بنشوف بعد ما انت عملت لها كاونتر بالليننج فيز لعبت سيف بالليننج فيز او اخذت عليها كل واحد بالليننج فيز، زي ما شفنا اليوم صار ما بين ماجيك وماجيك ومين؟ ماجيك وجاجرنوت. ماجيك وجاجرنوت شفنا ايرلي كيل اللي اخذوا على جاجرنوت فيرست بلود،
الفيرست كيل سوري كان سولو كيل، بعديها شفنا جاجنات عم بيقدر يعمل كثير اكثر اشياء ودمج كثير اكثر بالتيم فايتس، وشفنا ماجيك قاعد ورا صافن مش عارف شو يعمل. هاي الاشياء هاي الاشياء راح تفرق يعني هذا الجيم. ياب 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 انا فعلا يعني اخيرا البوز خلص ومستني فعلا اشوف الماتش اب ده هيمشي ازاي. بحب الماتش اب ما بين البلانك وليساندرا، ان انا اشوف ازاي البلانك بتتعامل قدام تشامبيون زي ليساندرا. فيلا بينا على طول نروح على الجيم مع جيلي فيش وثورند وليتسي. يلا بينا. ما خدناش فوت لازم مش مهم. I vote for Anubis. I vote I like it pump. انوبي اوكي تو فوتس الانوبس يعني هنشوف على طول الجيم ده. ف يلا بينا على كاسترز على طول ونشوف الجيم اللي هيحصل فيه. ورجعنا لكم في اخر مباراة، المباراة رقم 4، هذا الدربي المصري اللي يجمع فريق انوبس مع فريق رعد. بالطبيعة عندي معايا الاستاذ ثورند. ازيك يا حبيبي؟ حبيبي بخير الله يسلمك. اخر جيم زي ما انت قلت بالنسبة لنا اليوم كانت مباريات جميلة ولطيفة صراحة من بدايتها الأخرى. شفنا فيها مباريات طويلة ومباريات قصيرة، وليجن شغال ما شاء الله تبارك الله عليه يعني يده متحمس وبشدة. هو بيطالب بيتفرج معنا الجيم جلي، وهو عايش معنا جوا قلبا وقالبا يعني. الله يعطي الصحة العافية. انا كذلك ثورند الحق يعني مهتم جدا بالتوب لين، خاصه اللي ماجد كان مع نوبس مقبل والان مع رعد، وسيتو اصبحوا التوب لينر، فاثنين عندهم كثير لازم يثبتوه. من جهه سيتو يحب يقولك اني انا التوب لينر الاحسن، وماجد يمكن يحب يقول انه انوبس من دون ماجد ماهيش انوبس. اما ثورند عندنا 3D introduction of the map، قالوا لي عليها هذه في معناتها الاساتذه في البرودكشن والدومين برودكشن صراحه. أنا يعني ما شاء الله تبارك الله ما عاد خلوا شيء للاي سي والال تي اس الشبابي. والله بالحق يعطيهم الصحه، مش مقصرين وتستاهل المباراه، تستاهل الانترودكشن هذه فعلا. كلاسيكو عظيم كبير ما بين فريقين يعني انوبس فريق عريق معروف، رعد فريق صاعد وبشده وعندهم اداء جدا متميز، عندهم النيمز عندهم الاسماء عندهم الامكانيات. ايوه حنشوف كيف يادوا اليوم صراحه مقارنه ببعض. بس خلينا نرجع للداون تو ايرث وخلينا نطالع في الجيم اجل. ايش رايك نشوف ايش 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 راينا يعني ايش اللي صاير من ناحيه الماتش ابس اقلها والكومبوزيشنز. حنطالع في موضوع يعني اكبر شيء مستغرب بالنسبه لي، انه احنا متعودين من انوبس انه يحطوا صيته في ويك سايد من بدايه الجيم، وحتى في الـ في الـ في, الـ في الدرافت دي درافت هيم تشامبيون ويك سايد من البدايه، ويخلوا الكاونتر بيك دائما موجود لميزه او حتى للبوت لين. يعني سووها في داتورا في كذا جيم مش الجيم اللي فات. الجيم هذا لاحظنا لا حاجه يعني مختلفه عامه، نبغى خلوا اللاست بيك سيتو على اساس سيتو يقدر يلعب كاونتر ماتش اب مع ماجد، على اساس انه يقدر يضمن يعني هي سيرفايبيليتي في اللين هذا ويتعايش معه. طبعا كان از ا جود كاونتر للشامبيون هذا، فالمفروض انها تاخذ يكون الليننج فيز بالنسبه لها ليننج فيز بسيط وهادي ومريح. معقول جدا وي، وكيف ما قلنا معناتها نحس انه التوب لين هذا باش يكون مهم جدا، وخاصه انه سيتو يعني كما تحدثت انت يمكن من قبل كان يلعب اكثر على الويك سايد، لكن حق بعد البرفورمنس اللي كان يقدم فيها قبل هذا كل بيكوس يلقى الانجيج على الداتوره، ولكن لو اتش بي هذا السيفي مضطر انه يستعمل فلاش. ليكوس نفس الشيء تريد فلاش الى حد الان وتقريب نفس الاتش بي بارز، لكن هذا من الاي دي سيز ما همش باش يكتفيوا، مازال عنف متواصل سان يبحث على اوتو اتاك الاخير لكن غير قادر. داتورا هو اللي ياخذ الكيل، يظهر لي منين اوتو اتاك هو اللي اعطيه الكيل هذا، لكن دبل كيل الفريق انوبس. رعد صار ندمه جدا على الاجريسيف بلاي اللي حاول يقوم به. هذه غريبه داتورا يعني استاكت الكونكرر كامل ولعب مره اجريسيف، وهو يعني حتى تفاجأ يعني وقف في محله. هي واز نوت كايتنج هي واز نوت موفينج، تفاجأ انه اوكي اي شودنت المفروض ما اسوي تريدز مع لوسيان في البدايه، وضيع الفلاش حقه وحاول سان يجيبه. سان تراي تو فلاش الكيو حق الدتور، الكيو برضه جات فيه، لو ما جات فيه الكيو حقت وزريل احتمال كبير كان ممكن هو اللي ياخذ الكل. وبعدين والله ليكوس بالري انجيج المره الثانيه اللي اداهم فيها دبل كيل فور فري. طبعا الشيء الوحيد اللي لازم نذكره في الماتش اب هذا في الكيو حقت
ديكوس انه زي كذا هو يسوي الكيو الاولى وبعدها بثلاث ثانيه يكون تكون الكيو الثانيه حقته موجوده فيقدر يسوي دبل او سي سي ستان يعطي دائما ادفانتج وهذا اللي خلانا نشوف يعني الشامبيون هذا في البوت لين كثير. شفت تورا واقف محله هي ستاكت الكونكر اوريدي بس تفاجئ ضيع الفلاش بعدين هي فلاشت ورا ان هي جوت الكيو اون هيز فيس اخذ الكيو على وجهه صراحه ان هي دايت واعطوا دتور دبل. طبعا هذا يعني هذا عكس مو عكس التوقعات بس هذا اسوء شيء ممكن يصير الماتشاب هذا يعني ماتشاب مفروض لوسيان و أمومو عندهم الادفانتج الكبيره فيه يعطي دبل كيل فيه داتورا از نوت ذا بيست. طبعا هذا مو معناه انه الكل بوتنشال قلب ما زالت تقدر تقتل از من دون مشاكل بس طبعا اخرت الباور سبايك حقتك مره كثيره وقدمت الباور سبايك حقت ازريل يعني وبشده ازريل اللي اصبح قادر انه يشتري تير بالجولد اللي تحصل عليه في هذا الدبل كيل ورجع بيها للين المفروض داتورا يصير ستاكينج اسرع واسرع بكثير في المباراه هذه هذا شيء يسهل له بطبيعه الحال انه يوصل باور سبايك بتاعه في وقت اسرع من العاده وهذه يمكن المشكله اللي باش تصير لهم في البوت لين حاليا فريق رعد لكن انوبس يمكن يحاول يعمل الشوف للويف هذه يدخلوها تحت برج ماجد حتى سيتو يكون قادر انه يعمل الريسيت يشتري الايتيمز بتاعه الى حد الان صحيح يبدو انه متفوق في السياس على ماجد لكن هذا بيعم شي تغير خاصة بعد ما ماجد يعمل فارم للهيوج ويف اللي تنتظر فيه. إذن بخلاف الأكشن اللي شفناه في البوت لين إلى حد الآن المباراة مازلت هادية شوية خاصة بالنسبة للجنجلرز ما شفناش الكثير من التحركات منهم لكن في نفس الوقت هذه أول خمسة دقائق مازال بكري. ريتد الوحيد اللي يظهر شوية على الخريطة يظهر شوية في التوب لين متقدم على مانكي في السياس. على ذكر هذا المانكي ممكن نشوف انجيج منه بما انه الفلاشز كلها ما موجوده في البوت ففي انجيج من عموما الهوك من عند ليكوس او اوكي هي مش هوك شنو اسمها الكيو بتاع اسمها something toss I forgot الاسم الاول صراحه يلا نسموها توس باندج 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 توس سي باندج توس افتكرت باندج توس هي بالرغم الباندج توس يعني ما كانش تعمل كثير من الكيلز اما التنين الاول على الخريطه بتاعنا هو كلاود دريك حاليا ريتد هذا الفايكنج موجود يحاول انه يقتل وينحر هذا التنين يضيفوهم الى فريقهم بطبيعة الحال نو كونتست انه بس الى حد لين خاصة بعد البرايو اللي تحصلوا عليها في البوت لين مفروض يكون ايزي جدا الشيء هذا بالنسبة ليهم اما وين الاكشن في التوب شباب يلا يلا شباب واحد منكم لازم يموت ويك سايد ما اظن حنشوف اي حاجة اي تفارمينج لين يعتمد على انه والله ماجد يعتمد الاثنين كلهم على التي بيز حقتهم بعدين تو امباكت التيم فايتس عامه بس قبل كذا ما اتوقع ان اشوف اي حاجه في المفروض ديسيفينج يحاول ياخذ ادفانتج في الايرلي جيم على ميزه قد ما يقدر يحاول ياخذ كل عليها which is not happening. في البوت لين توقعنا انه حتى مونكي يلعب حول البوت لين بما انه عنده سانو ديكوس وعندهم ايرلي جيم ادفانتج مره كبيره بس شفناها اترمت يعني في مهب الريح لما التو في تو اللي صارت في البوت واعطوا داتورا الدبل كيل ببلاش فهذه يعني اخرت الجيم بالنسبه للرعد بمراحل زي ما انت شايف مونكي از جاست فارمينج ذا جنجل اي على ذكر الفارمينج ليفل 6 حاليا عند الريتد ممكن تشوفوا الراجناروك منه ديسيفينج حاول انه يلقى الميزه انه يحصره بتشين على اساس انه مونكي لربما يساعد في هذه المحاوله لكن كان غير موفق ولكن حتى لو كان جاب تشين وحتى لو كان ثم انجيج من عند مونكي نلاحظوا انه كل من ريتد وسيفي كانوا على مقربه من عين المكان ممكن كانت تكون باك فاير البلاي هذه على حساب رعد اما ما صار الشيء هذا الى حد الان كما تحدثنا مازلنا مش نشوفه الكثير من الاكشن على الخريطه لكن مفهوم الشيء ذا يعني كلا الفريقين هذم يبحثوا على المركز الاول في مصر وبطبيعه المركز الاول في العالم العربي لحظه ممكن نشوفه محاوله انجيج لا وي بوك فقط ما في وارد ما هم شايفينه ولا شافوا اكشلي هو جاي من الريد لانه الريد البينك وارد موجوده في الطرف هناك ف دي نو ذير سيف واحتمال كبير في تي بي عند سيفينج وتي بي عند ماجد ما هم شايلين هم انه يصير عليهم تاور دايف شوف مونكي لانه تي بي ادفانتج موجوده ومونكي اللي يفعلها لا موفق التايمينج من عند عمك ريتد لو بوش الويف مصلحة سيتو إلى حد الآن باش يرجع للبيس عنده التي بي متاعه لكن أولا لازم بالطبيعة يحرص على أنه الويف هذه تدخل
تحت البرج وإلا ماجد يصير قادر أنه يعمل فريز للويف ويفرض على سيتو يستعمل التي بي. مانكل تو وصل ليفل 6؟ وينك يا حاج؟ لسه ما وصل ليفل 6 فعلا. الروتيشن الثالثة اتس فاين، هو المفروض فعلا على دقيقة 8 قد اوريدي موصل ليفل 6، بس أظنه اضطر يمشي يعني. ما ادري اذا اولاف سوى عليه كاونتر جنجل اخذ له شيء من كامباتو، ما قدر يوصل اندر اي تايم. بس في كل الحالات يعني التيمين ماشيين بالطريقة اللي يبغوا يمشوا فيها بالجيم. انوبس وانتس تو سكيل، يعني يبغوا يلعبوا حول اولاف في البداية. اولاف مميزة في البداية از ماتش از باسبل، بس عامة كانن وانتس تو سكيل، ازريل وانتس تو سكيل، فما عندنا مشكلة. في المقابل رائد التوب لينر برضه وانتس تو سكيل ديسيفينج، وسان لي كوس دي وانت تو بلاي اراوند ذا ايرلي جيم حبتين شوية، ويتش اجين عشان اللي صار في بداية الجيم الشنانجن اللي هو التو كيلز اللي راحت لداتورا اخرت المن كونديشن هذا شوية حبتين. بس اوفرول متعودين على ماجد وأداؤه المتميز صراحة بالشامبيون هذا بالذات. لما نشوف يعني لما بنشوفه يسوي تي بي على تيم فايتس بفلان كويس، بس في المقابل حنشوف هل صيته حيأدي بنفس المستوى اللي احنا متعودين على يعني ماجد يأدي بيه، ونشوف الامباكت حقه على تيم فايتس كيف حيكون. دمج محترم من داتورة. ما حبيت نسلك ثورد، قلت كلمة شنانيجن، إيش معنى هالكلمة دي؟ نسمعها برشا و... شنانيجن يعني الـ يعني الـ يعني الأفلام الهندية، يعني التخابيص اللي يعني جاب العيد، يعني سووا حاجة غلط يسموها شنانيجن. فلما انا شايف مونكي جاي برضو ما there is nothing to do صراحة. انا اللين is pushing الجيم يعني في مرحلة مرة هادية صراحة في بداية يعني في البداية زي ما قلت جلي، وما احنا شايفين اي حاجة ممكن تصير ولا في توقع انه اي حاجة تصير الا على دريك القادمة اللي جاي في خلال 40 ثانية. ممكن نشوفوا التوب لينرز يتجهوا نحو هذا دريك، ممكن نشوفوا التي بي بطبيعة الحال، ويمكن هذه هي اللحظة اللي انتظروها، يمكن اللحظة اللي نشوف فيها الكثير من الأكشن هي اللحظة اللي كل من سيتو ماجد يعملوا تي بي ويحاولوا يعملوا جوين للفايت اللي ممكن يصير حول هذا التنين الثاني. إنفيرنال دريك ما تصورش أي واحد من الفريقين يحب أنه يضحي بهذا التنين، أو على الأقل يعطي هذا التنين من دون كونتيست للأنمي. تنين مهم جدا، لو كان ريزو جاء معانا كان يقولنا بالضبط هداش يعطي بالمئة فعلا. هي والاي بي يظهر لي 4. انا زيك برضه، هو رايزو المحب فعلا للموضوع هذا. ويا 3 يا 6% مش فاكر صح. 4% الشباب ما شاء الله عليهم شغالين يعني يا دانينا فعلا. علمنا حاجه من رايزو على الاقل. بالضبط يس. تي بي تي بي عشان يلحق البارون، شايفين الهيرالد في الميد على اساس تبوش في الميد، يعني يعطيهم اتليست دريك ادفانتج. ممكن ما تحدثنا هذا والريفت تم استعماله في الميد، يظنوا به البرايو ويتجهوا نحو هذا دريك. أنوبس إلى حد الآن 4 أعضاء موجودين في البيت والرعد متأخرين مش قادرين يعملوا أي شيء، واقفين يتفرجوا فالتنين رقم 2 يضيع من أيديهم ويروح عند فريق أنوبس. إلى حد الآن أنوبس متقدمين في المباراة على مستوى الكيلز جولد وحتى على مستوى دريكس، لكن نزلنا ما شفناش حتى برج يسقط إلى حد الآن، ويظهر ما زلنا ما شفنا حتى بلايت. لا ثم 3 بلايت سقطوا في الميد عشان الهيرالد عند ديسيفينج. بس ما يمنع انه أنوبس عندهم يعني التو دريكس اللي في الايرلي، وفي انجيج من ليكوس ما عنده التي، ما عندوش الليفل 6، لكن الليفل 6 موجود في حوزه فريق أنوبس. هذا الشيء باش يكلف ليكوس حياته. متاخر جدا ليكوس، مازال ليفل 5 مقارنه بالليفل 6 من سيفي وليفل 8 من سان. يظهر لي كان رومينج أكثر من لازم عموما. فعلا يعني حتى الانجيج كانت شوية غريبة، يمكن توقع انه والله يقدر يوصل للباك لاين وفي يا مانكي مضطر انه يستعمل الالتميت متاعه وريتد دامج مهول جدا معروف الأولاف بطبيعة في الأورلي جيم وفي الوان في وانز متاعه، والآن يتجه نحو التوب سايد جنجل ويسرق من مونكي او يعتدي على الجنجل تاع مانكي مثل ما يشاء. هذا الفايكينج مصحوب كذلك بسيتو، حتى ميزة على مقربة إذا دعت الحاجة الأمر هذا. نعم شوف البروغريشن في التوب لين، لاحظين إنه ماجد عنده السي اس ادفانتج بطريقة مرة كويسة، يعني هذا اللي متعودين عليه صراحة من ماجد. نرجع البوت لين نشوف ليكوس ليفل 5 and يعني راح بالكيو حقته جاب
ارنت نو راح على ركان وبعدين شكله وهو راجع برضه يحاول يسوي الكيو مره ثانيه حقته على اساس يرجع ان هي جيتس اوت تو سيفتي ما قدر ان هي جوت كوت. حطوا عليه الاجنايت وحطوا عليه يعني الاكزوست بس عشان يقدروا يلحقوه ياخذوا عليه الكل فور فري. ماني فاهم صراحه ايش الفكره كانت من الانجيج هذه عامه. خلينا نشوف المد ايش بيصير. مانكي في خطر يضطر انه يستعمل فلاش يبقى على قيد الحياه لكن سر الفلاش متاعه متاخر جدا جدا مقارنه بريتد خاصة على مستوى الفارمينج 30 سي اس قد تكون الادفانتج اللي عند ريتد حاليا. بالعودة للنقطة السابقة ثورند مش عارف حسيت انه ليكوس تخيل انه بعد ما يموت هذا الكانون يصير ليفل 6 يعني يستعمل كيو يموت الكانون يعمل ألتيميت لكن يمكن خاب ظنه احتمال بس يعني راكان واقف في محله مرة كويس يعني he's standing in front of the تورا بطريقة مرة كويس على أساس والله هي يقدر يأخذ أي إنجيج ممكن تصير من إنجيج سبورت. وهذه وهذا 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 يعني هذه المشكلة اللي نرجع فيها نرجع زي ما ليجن قال في التحليل ليونا الفرق بين ليونا مثلاً والشامبيون هذا إن والله ليونا تقدر توصل على الباك لاين أكشلي عشان اللي حقتها في المقابل هذا الكيو حقته والألتي حقته حتوديه في محل مرة خطير يعني تجبره إنه هو يعني ينحط في بوزيشن ينقتل فيه. وبما انه لو ايكونومي بلاي في فايت اوكي ما صار شيء نوص ابدا اتمسح صراحه يس. وبما انه بيلعب سبورت ان فيري لو ايكونومي يعني رول مره صعب انه يبني تانكي ايتمز يقدر يستفيد منها يلعب فيها فرونت لاين للتيم يعني. وحلوه الكبشه برضو اللي صارت للحالات على سيبيا يعني. يحسي في موت لكن على الأقل فريقا نوبس ينتقم للمرحوم ويأخذوا أول برج في المباراة الميد تورت من نصيب أنوبس إلى حد الآن. هذا بالطبيعة يفتح أكثر مجال للتحركات في الأنمي جانجل ميزة إلى حد الآن مفروض يكون عنده أكثر أريحية وأكثر فليكسيبيليتي ويتحرك في الماب. ما شفناهوش الحق كثيرا في السايد لينز لكن هذه مش مهمته. يمكن ابتداء من اللحظة هذه يصير قادر أن نشوفوه لكن ميزة موجود في البوش واقف على وارد فحذاري. سيفي موجود كذلك في ظهر فريق رعد ممكن تكون كارثة هذه إذا سيفي يلعبها بالطريقة الصحيحة لكن الانجيج قاعد يصير ماجد يفقد حياته والفايت مازال متواصل. سيتو يستعمل الالتميت متاعه دي سيفينج لو اتش بي عليه الاجنايت مضطرا ويهرب يرجع في وسط المعمعة مع هذا السيفي لا يهاب الصعاب. الروت موجود على مانكي ليكوس وسان يحاول يبحث على أي كيلز ممكن تحصل عليها ولكن أنوبس قرر أنهم يتراجعوا مبدئيا. داتورا موجود مر على وارد رعد يعرفوا أنه داتورا موجود في هذه اللحظة في هذا الزمان في هذا المكان والفايت بطبيعة مش يكون منصب على هذا الريفت. أوف سيفي ريسكي شوية العملية مضطر أنه يتراجع. ثلاثة مامبرز من أنوبس مضطرين أنهم يتراجعوا. ثورن في نهاية المطاف هذا الريفت من نصيب رعد. غريب صراحة بالنسبة لي أنا يعني البداية كانت من أنوبس جدا ممتازة بس رعد كان عندهم البريوريتي في الميدو في التوب. شفنا الكولابس حقهم جاي بدري بعدين الالتي اللي شفناها من سيتو كانت التي جدا جميلة اعطت ادفانتج لرعد بس بعدين سيتو قدم على قدام لحاله وايل هي هاز نو ابيليتيز اني مور ورعد قدروا يمسكوه وياخذوا كل عليه. طبعا نشوف التيم فايت هذا الجاي اكيد لانه بالنسبه لنا السول بوينت لانه بس مره ضروريه. شفنا التي بي جود باي يا حبيبي الفايت مازال متواصل. أنوبس 4-4 الى حد الان دمج رهيب قاعد يخرج على هذا المونكي من دون فلاش رعد مضطرين أنهم يضحيوا بهذا التنين. ماج أو ميج ماجد 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 يضطر أنه يتراجع لهني. الفايت مازال متواصل. دايف سيفي بتشارم بالسحر بالأناقة والجمال متاعه يفرض على جميع أعضاء رعد أنهم يهتموا به أنهم يحاولوا يقتلوه ولكن هيهات هذا فخ هذه الألتميت من عند سيفي تعطي الأدفانتج فريق أنوبس. والتي بي يعني كان في وقته من سيتو صحيح انه خسر الكثير من السياس في التوب لين لكن على الاقل ضمن التنين رقم 3 الفريق وصول مبكر جدا قد نشوفوه في المباراه هذه. احتمال وارد فعلا قبل دقيقه 25 نشوف السول اتمت نشوف في يعني تيم فايت كبيره تحدد مسار الجيم. طبعا شيء جدا جميل اللي سووه انا بس لما قرروا انهم يسيبوا الهيرالد ويسووا ريسيت بسرعه على اساس والله دي يعني دي يعني دي مينتين التيمبو على انجيج مين اللي سوى ستيف فايت اخر مازال متواصل. حول هذا التنين سيفي يفقد حياته على ايدي ديسيفينج لكن انوبس مفروض يكون عندهم الافضليه في هذا الفايت. الريسيت موجوده من عند هذا الفيجو غير كافي مش ممكن يساهم اكثر من هكا في الفايت. انوبس 12 كيل مقابل 5 الرعد 2-0 3
هذه الميزة. وبالحق ثورند نحس الأمومو يوزلس جدا في المباراة هذه عشان البداية الغير البداية الغير موفقة فعلا. ايوه يعني حاجة مرة كانت ضرورية بالنسبة لتيم رعد انه البوتلين حقهم يفوز الايرلي عشان يسوي ترانزيشن للميد جيم بطريقة مرة كويسة, وهذا اللي ما صار. متأخرين جدا بيحاول بأي طريقة يسوي أي حاجة يقدر يسويها. شايف يعني هي سو سكويشي يعني أول دوب ما لحق يسوي الكيو الأولى إلا هو هيز أوريدي ديد صراحة, عشان والله ما عنده الأيتيمز اللي يحتاجها. والتيم فايت هذه كانت جدا ممتازة صراحة بالنسبة لأنوبس, قدروا فيها ياخذوا كل على كل الفايف ممبرز. يعني هاو شوف الإنجيج اللي سواه, شوف ميزة دحين بيسوي الكلو حقه أندر ذا تاور أو أكشلي فلاش إيه بعدين ألتي على لبلانك على أساس يكسبلوها وتنك التاور أز ماتش أز باسبل, هو خارج يعطي فرصة للتيم حقه إنه ياخذ الكل. أنا شايف صيت وسوى ألتي يعني ما كان لها أي معنى, بس في النهاية يعني المشاركة المعنوية يعني تكفي بحد ذاتها يعني. ما بالضبط العبرة في المشارك. أنا بس سعيدين جدا نصور بحسن سير الأمور إلى حد الآن, متقدمين بأقل بشوية من 5000 جولد. كل الناس في تشات اللي حطوا تشانل بوينت متاعهم عند فريق رعد يحسوا بالضغط حاليا, لكن بطبيعة مازلت ما انتهتش مباراة. رعد من أكبر الفرق اللي موجودة, والحق 5000 جولد ادفانتج مش مستحيل العودة منها. الفريق في مستوى رعد لو كان كذلك نقيه نظرة على الجولد الفردي للشباب, يبدو أنه أغنى واحد إلى حد الآن هو أولاف, لكن قبل ذلك ثم أولويات. ثم سيتو محاصر هذا النينجا يستعمل ألتميت متاعه, ستان على مانكي موجود ممكن يخرج بيها بكل على الأقل. مش بش يصير, مش المرة هذه يا سيتو. ما عندهم واردز في البوت سايد, وهو عارف انه هو في الويك سايد الجنجل حقه ما هو موجود اراوند, وحاول والله يكون فيري سيف ويطلع في يعني كان مسوي ريسبكت. بس البلاي الجميله اللي سووها رعد صراحه وكفشوا فيها واز ريلي جود. بروبس رعد انهم هم مستعدين انهم يكونوا جاهزين يوصلوا الكنن ذا باك لاين, مع انه عشان ما عارفين انه ما عنده فلاش. كانت ما عنده فلاش ولا كان عنده فلاش؟ الفلاش لسه دوبه حيرجع له. يس يمكن عشان كذا قالوا ياخذوا فيها كذا وبكذا يعني. وهذا اللي رعد لازم يسووه جري اول وات دي وونت تو دو. كل اللي يبغوا يسووه حاليا انهم ياخروا الجيم قد ما يقدروا, ويحاولوا يسووا لهم بيك على واحد او اثنين من التيم حق انوبس, وبعدين والله يحاولوا يستفيدوا من الادفانتج. طبعا في المقابل الوين تيم فايت عامه حقت انوبس افضل مره كثير, والليت جيم برضو احتمال يعني في مصلحتهم افضل من رعد. ففي النهايه الافضليه حتكون عند انوبس ما فيها كلام, حنشوف ايش رعد يقدر يسوي. نتصور 2 دقائق القادمة باش تكون مملة شوية في المباراة متاعنا, تحضيرا إلى هذا دريك اللي إذا فريق يقرر وينجح في أنه ياخذ بيك على الأنمي. فريق رعد نجح في أنه يقلص الفارق في الجولد من 5000 نزلنا إلى 3000 حاليا بعد الكل اللي خذوها على سيتو. والبرج الثاني في البوت سايد, أما كما تحدثنا دريك مفروض يكون اهتمام فريق أنوبس. هذا دريك اللي يفصلهم على السول, اللي يفصلهم على البيك شيلدز اللي من شأنها نتصعب التيم فايتس أكثر وأكثر على فريق راد, لأنه كما تحدثنا للأسف البيك متاع مومي إلى حد الآن مش قاعدين نشوفه في إفكت, مش قاعدين نشوفه في نجاعة من هذه البيك. هذا الشيء بطبيعة صعب على راد المهمة لحد الآن. ممكن تصوروا أمومو الشيء الوحيد اللي قادر أنه يقوم به هو استعمل ألتميت في الفايت, يتمنى أنه ياخذ 3-4 أو حتى 5 أعضاء من فريق أنوبس معاه في هذه الألتميت في هذه الحفلة. السكين متاعه بطبيعة ما. الآن إحنا في نقطة مهمة ثورند, بارن موجود وبعد دقيقة يصير دريك موجود. هذا يعني ثم سيناريوهات كثيرة ممكن تصير الآن. مدرستين, المدرسة الأولى تقول لك سول is more prioritized بالذات على تيم زي التيم هذا يحتاجوا يعني عندهم تانكي تشامبيونز. أظن السول is way more worth it, ما حشوف في تريد حتصير من رعد انهم يطلعوا فوق ويخلوا السول يروح عليهم. ف they have to fight for it, لازم يحطوا الوارز حقتهم بطريقة كويسة. they need to do the setup. كويس كانن موجود وعنده تي بي وعنده مجال انه يسوي تي بي وراهم. ما ادري اذا في وارد, اذا في ريد وارد موجودة اكروس في الجهة الثانية من الماب ولا لا, وهذا اللي نحتاجه من انوبس. يا انوبس لازم يسوي سيت اب بطريقه كويسه. دي هاف تو سيت اب. الدبليو حقت ماجد راحت يا جليل, فهذا يعطي الانوبس افضليه مره كويسه حاليا في انهم يبداوا تيم فايت او يبداوا الدريك ادفانتج هذه, وبعدين يسووا فليب اذا احتاجوا يسووا فليب بما انه السي دي حقها مره طويل.
هذا الانجيج موجود. سيتو يستعمل الالتيميت نتاعو ماجد يروح ينفجر يتفسخ من الخريطه. نفس المصير عند ليكوسان كذلك يكون هو الضحيه التالي، لكن دامج رهيب قاعد يخرج من ديسيفينغ غير كافي. هذا الكل لازم يهرب، لازم يبقى على قيد حياه لربما يعطل فريق انو بشويه. ديسيفينغ يحاول بالديستورشن ان يتخلص من داتوره ويرجع له مره اخرى، لكن الكيل تكون من نصيب مانكي. ثلاث على قيد حياه من فريق انوبس، مطارده بوليسيه يحاولوا يبحثوا عن هذا المانكي، يحاولوا يتخلصوا منه ويستعمل السمايت، لكن غير كافي. انوبس مفروض يكون عندهم هذا التنين كجائزه طبيعه على الفايت اللي قاموا به. اوف صابت على رعد جدا ممتاز الانجيج اللي سواه انوبس فعلا. يعني من يوم ما ماجد ضيع الدبليو حقته المفروض كانت التريجرز انوبس اتس تايم تو جو ان، ندخل ان خلينا نقربهم وخلينا نروح نحاول ندخل عليهم على اساس نعطي كان الفرصه انه يسوي الالتي حقته على اكبر عدد ممكن من تيم راد وياخذ الكل عليها. طبعا يعني بروبس تو ديسيفينج، التجربه حقته الكويسه اللي حاول فيها ياخذ كل على داتورا، وداتورا تفلش ورجع مره ثانيه. شفنا بينهم كذا دانس حلوه رايحه راجعه، كل واحد يستخدم الاي حقته بطريقه انه والله يحاول يكفش الثاني، وشفنا داتورا ياخذ الكل عليه ان ا فيري جود اتمت. وبعدين مونكي يعني ديد وات ايفر هي كود دو صراحه عشان ياخذ كل او اثنين او ثلاثه عشان يعوض. بس زي ما قلت صراحه اشلب اجلي الجيم مره صعب بالنسبه لراعد في الوضع الحالي. كل اللي يقدروا يسووه انه ما هو يبداوا يسووا بيك لواحد وبعدين يخشوا في تيم فايت which is not happening. وانو بس المفروض من هنا وانت رايح الجيم اسهل لهم مره كثير. اي سان قد يكون في مأزق لهني اصلا، هاف اتش بي نتاعه راح، تشار موجود، باي باي سان، نشوفوك ان شاء الله يوم الغد. 18-8 الى حد الان انو بس متقدمين بطريقه مفزعه جدا. صحيح ما يظهرش الفرق كبير جدا في الجول، لكن صدقوني انو بس متقدمين جدا في المباراة معهم الصول. والآن يحاولوا أنهم يضيفوا هذا البارون إلى قائمة الإنجازات، إلى البافس العديدة والمتنوعة اللي موجودة عندهم. بطبيعة فريق رعد مش بش يسمح أن الشيء ذا يكون بطريقة مجانية. تي بي موجود، ولكن تي بي متجه مباشرة للقبر. يا لطيف يا ماجد، يبقى أربعة لقيد حياة من فريق رعد. أنوبس يرجع مرة أخرى. أولويات يا باشا، البارون هو أهم شيء إلى حد الآن. أما رعد مش بش يستسلموا، مش حاولوا دائما انهم يزعجوا فريق انوبس. المهم انه مونكي ما يقربش على هذا البارون بيت، هذا هو المهم بالنسبه لفريق انوبس. الباقي مش مشكل. 3-3 ممكن نشوفوا انجيج، ممكن نشوفوا فايت يصير في هذا الميد، لانه مونكي يحاول بكل ما اوتي من قوه انه يبحث على اي ويندو، اي فرصه ممكن يعمل فيها السيل، لكن غير قادر. انوبس متقدمين ب 6000، عندهم البارون باور بلاي، عندهم الماونتن سول، عندهم الأربعة 0-5 ميزة، وداتورة بدمج رهيب جدا. المشكلة ثم حتى حد نحس ممكن أنه يوقف أمام البوك من عند هذا الداتورة فعلا. يعني انت هبزف الايتمايزيشن خلاص، وصل للباور سبايك الكبيرة حقته اللي يحتاجها عشان يقدر يعني هي كان كاري ذا جيم صراحة، انه يسوي شيء حاجة. يعني الأشياء الوحيدة اللي بذكره في تيم فايت اللي فاتت، هذا التي بي اللي شفناه من ماجد ذكرنا بالتي بي اللي سواه السنة اللي فاتت في أوروبا بنفس الطريقة، انه يسوي تي بي اوفر اجريسيف زياده برا الرينج، يعني في وسط الانمي تيم. الانمي تيم هو نازل على طول يكفشوه ويعطي مجال للتيم. التي بي جدا سيء بالنسبه لي صراحه. هذه التيم فايت اللي شفناها رودريك زي ما قلنا ما كانت دبليو حقت ماجد موجوده. انا بس قرروا انهم يبداوا التيم فايت ويكسبوها طبعا بطريقه مره كويسه. هنا نشوفها هو داتورا فلاش حقته عشان يبعد الفلاش حقه عشان يبعد من ديسيفينغ والدامج اللي هذا. هو ديسيفينغ كيم باك، شفنا اي الجهه الثانيه من داتورا على طول هي طلعت تكلم. فكانت يعني حلوه الفكره عامه من الاثنين صراحه، كلهم بيحاولوا يقتلوا بعض. ات واز ورث ات يعني بالنسبه لي. عم تيم فايت كان جيد جدا انو بس، خاصه السينرجي اللي كانت موجوده بين سيتو وسيفي. التيرتو يلفظ انفاسه الاخيره في البوت لين، والان الاهتمام الكل على هذا الميد تاور، اخر تاور في الميد لين يليه بالطبيعه الانهيبيتور. فريق انوبس واحده حاولوا انهم يجتاحوا البيس، يطرقوا ابواب البيس متاع فريق رعد. هذا البرج يفقد حياته، والان الاهتمام الكل بالطبيعه بهذا الانهيبيتور. انو بس من ثم ممكن يرجعوا للبيس، ممكن يعملوا ريسيت، ما ثماش ويف في البوت والتوب الحق ما يقوس منه الى حد الان. فعلا ماجد يعني سوى شغله في البوت، عارفين انه توب از اوريدي بوشينج بالنسبه لهم، فراح سوى سلو بوش للبوت على اساس والله ياخرهم as much as possible. في بوتنشال انهم يسووا تيم فايت حاليا، بس مره صعب زي ما قلنا الجيم بالنسبه للرعد.
الادفانتجز الكبيره اللي موجوده عند انوبس مره عاليه ان تيرمز اوف والله عندي سول ماونتن سول فهذا الشيلدز موجوده وفي نفس الوقت عندنا جولد والايتم ادفانتج المهوله والبارن باور بلاي فحاليا يقدروا ما فيها كلام يشيلوا الانهبيتر ودحين يرجعوا يسووا ريسيت ويستعدوا للالدر دريك لانه هو احتمال كبير الاوبجكتيف اللي حينتهي في الجيم نشوف كيف حلعبوها ماكرو وايز ولسه هو فور ذا الحق انوبس الى حد الان يعني يلعبوا فيها بطريقه ممتازه جدا بروتوكول يعني كل شيء يصير وقت اللي لازم يصير خذوا الصول خذوا البارن خذوا تو انهيبس وكما تحدث ثورند الاغلبيه يكون اهتمام انوبس هو بالالدر دريك بعد ما يقارب دقيقه يظهر عنا في الخريطه هذه والوحيد او الانهيب الوحيد اللي مازال على قيد الحياه عن فريق رعد هو في التوب لين لكن انوبس مش في حاجه لهذا الانهيب إذا يحبوا ينهيوا المباراة هما فقط في حاجة إلى هذا الدريك في حاجة إلى perfectly executed team fight وتنتهي المباراة لمصلحة الفراعنة خسر الباسف حقه صراحة مرة unlucky على الـ على الـ على السوبر مينيون العظيم هذا فهل حتكون الباسف حقته صراحة ماني عارف التايمر حق الباسف 40 seconds احتمال كبير حتكون موجودة على 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 الدريك القادم وفي فايت معنا engage سيفي لهنا يفقد حياته 4-5 بشي واصل يلعب فريق انوبس لكن الرد موجود من فضل هذا السيتو مونكي يستعمل التيميت نتاعو لكن تو ليت يا حبيبي راح الحلم يبدو انه رعد الان في مأزق كبير جدا يبقى دي سيفينج فقط الوحيد اللي حاول يدافع على هذه البيس غير قادر تي بي من عند سيتو ومفروض هكا تكون انتهت المباراة لمصلحة فريق انوبس محاولة طيبة من رعد الشباب اللي صوتوا بتشان بوينتس نتاعهم تصور هما يبكيوا في اللحظة هذه كيف ما رعد قاعدين يبكيوا بعد ما تدمرت البيز نتاعهم مبروك انوبس هارد لك الفريق رعد والله جلي صراحه اربع مباريات هاديه جميله اليوم من احلى ما يكون يعني توقعنا في ضرب يعني مره كبير يصير في المباراه الاخيره بس انتهت بالبدايه الغير موفقه صراحه في البوت لين حقت رعد اللي غيرت الخطه يعني في البلان حقهم في الجيم ككل وأدى طبعا يعني كان جزء رئيسي في في في, في انه والله أدى لخسارتهم في الجيم هذا استأنست معك اليوم شكرا جزيلا على الحضور again welcome back والله ونستنا واستأنست معك عايشك يا أخوي انا يعني احلى شيء بالنسبه لي اليوم انه ما احتاج يعني يعني اصرخ ولا ارفع صوتي عشان اي ماتش رايزو ولا سموث it was a lovely experience بالنسبه لي اشكرك وبشده واشكر جميع المتابعين اللي استحملونا وان شاء الله قدرونا وان شاء الله نشوفكم في المباريات القادمه على خير وانتم طيبين ما كناش قادرين نقولوها بطريقه احسن ثورند قال لي لازم يتقال الكل نشكركم اعزائي المشاهدين لكن ما تروحوش بعيد بزاف فما استوديو تحليلي